بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم، السلام على سير الكربات وقتيل الأعبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على الخلق كمن الأوصياء، فعذر في الدعاء ومنح النصح، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرض للأدنى، وشرى آخرته بالثمن الأوكس، وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق، وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا مهتسبا حتى سفك في طاعتك دموه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا، وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك الأمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا، ومت فقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز ما وعدك مهلك من خذلك ومعذب من قتلتك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلتك، ولعن الله من ظلمك، ولعن الله من سميت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه، وعدو لمن عاداه. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهم ما تسيء من ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبيابكم موقن، بشرائع ديني وخواطيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبعه،
ونصرت لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين.